السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد ثلاثة شيوات بساط خفاف وفي المتناول، يعني ثلاثة الوصفات اللي كان نحتاجهم بشكل يومي للإفطار وللقوت اليومي ديالنا. حريشة بالذرة، صحيين منسمين وغزالين، وبراوني معلكة يعني بالشوكولات. وأيضا غادي نحضروا حلوة بالزميطة ديال الشعير، كتجي حلوه صحيه ولذيذه بامتياز. نتمنى هاد ثلاث الاقتراحات اللي غادي نعطيكم اليوم تروقكم، تنال استحسانكم ورضاكم، تجربوها في البيوت ديالكم. وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساونيش بدعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه. اول وصفه غادي نبداو بها هي وصفه البراوني، معشوقه الكل، كتجي معلكه ولذيذه هاد البراوني. غادي نحتاجوا لها 4 حبات بيض، اذا كان بيض شويه صغير، اذا كان بيض كبير غادي تحتاجوا غير 3 الحبات ديال البيض. عندي 120 غرام ديال دقيق ابيض، 160 غرام ديال الشوكولا نوار. انا هنا يعني استعملت هذه الباكيه كانت فيها 150 وكملت بالشوكولات العادي. كيف ممكن تعملوا مزيج ما بين نوعين. عندي 100 غرام ديال الزيت، 100 غرام ديال سكر سنيده، جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه من قيمه 16 غرام، ساشيه ديال الفاني، ممكن تعودوها بالنكهه ديال الفاني. وغادي نحتاجو 80 غرام ديال الجوز اولا القرقاع مهرمش اختياري، ممكن انا بعض المرات كنديرها بلا قرقاع وكتجي زوينه. وجوج معالق كبار ديال حبيبات الشوكولات، قبصه ديال الملح، انا نسيت ما درتهاش، مي قبصه ديال الملح. هادو هما المقادير. غادي نشوفو دابا طريقه التحضير ديالها. اول شيء غادي ناخذ الشوكولات غادي نذوبوه في حمام مريم، وعاد غادي نبداو في تحضير الحلوه ديالنا. في اناء غادي نوضع فيه 4 حبات ديال البيض، واحد القبيصه ديال الملح انا نسيت ما ضفتهاش، ساشيه ديال الفاني، و100 غرام ديال السكر سنيده. يعني سكر سنيده مع داك شوكولا نوار يعني كتجي حلاوه معقوله هي هذيك. صافي غادي نخلطوا هاد العناصر كامله حتى كتمتزج، وغنضيف ليها واحد النكهه ديال القهوه. نكهة القهوة أو النكهة ديال الكراميل كتبقى مسألة اختيارية، أنا كتعجبني ديك النكهة ديال القهوة فيها. درت مع واحد نص معلقة صغيرة ديال النكهة ديال القهوة، ممكن ديرو النكهة ديال الكراميل. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين. غادي نضيف لها 100 غرام ديال الزيت، تقريبا كأس لاروب ديال الزيت وكأس لاروب ديال سكر سنيدة. والمقادير إن شاء الله غادي تلقاوهم مضبوطين في صندوق الوصف. صافي وغادي نضيف لهم داك الشكلاط من بعد ما ذوبتو. وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله، وفي اخر المطاف غادي نضيفوا الدقيق مع الخميره ديال الحلوه. 120 غرام ديال الدقيق مع جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه من قيمه 16 غرام، يعني جوج ب 16 غرام. صافي ونخلط هاد المكونات حتى كنحصلوا على قوام كريمي شي شويه عاقده على الكيك العادي، يعني القوام ديالها كتحسوا بها كريميه وثقيله على الكيك العادي. وغادا نضيفوا لها في اخر المطاف الجوز اولا القرقاع مهرمش. صافي ونوضعوها في مول اللي كيكون مدهون بالزبده بطبيعه الحال. هذا هو القوام ديالها. وكيف قلت بعض المرات كنديرها بلا قرقاع وكتجي زوينه، يعني غير بحبيبات الشوكولات وكتجي ايضا كتجي رائعه. فمول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق غادي نوضع فيه هاد الكيك ديالي، يعني غادي نبسطه على المول كامل بهذا الشكل، ونزين ليه الوجه بجوج معالق كبار ديال حبيبات الشوكولات. وغادي ندخلوا الكيك ديالنا الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه تقريبا واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه ابعد حد، وكتكون يعني البراوني ديالنا وجد. كيف كتعرفوا الشوكولات دغيا كيتحرق، يعني من 20 دقيقه راقبوا الطهي ديالو. وها هي دي من بعد ما طابت غادي نتسين على ريتها ما تبرد وعاد نقطعها. في هاد الاثناء غادي ندوزو نحضرو حريشات بالذره اللي تيجيو صحيين لذاد ومنسمين بالقشور ديال الليمون وبالنافع. غادي نحتاجو لهم قشره ديال الليمون، معلقه صغيره ديال النافع، سميد الذره اولا دقيق الذره، هنا تقريبا عندي كمرحله اوليه 4 الكؤوس ديال دقيق الذره،
وكأس يعني عامر بالدقيق الابيض ما يعادل 100 غرام، جوج حبات ديال البيض، ساشيه ديال الفاني، جوج ساشيه ديال الخميره ديال الحلوه، كاس ديال الحليب، كاس سكر سنيده، نصف كاس زيت، نصف كاس عصير البرتقال، وشويه ديال الزبيب مع قبصه ديال الملح. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد الحريشات. يعني غادي نخلطوا النواشف اول شيء، الدقيق مع 4 الكؤوس ديال الذره مع النافع، القشره ديال البرتقال، كاس ديال سكر سنيده، ساشيه ديال الفاني، والقبصه ديال الملح مع الزبيب مع الخميره ديال الحلوه، جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه من قيمه 16 غرام في المجموع ديالهم. يعني الزبيب بطبيعه الحال احنا غاسلينه منقي مزيان ومغسول. صافي غادي نخلطوا النواشف اول شيء، وغادي نبداو نبسوهم داك نصف كاس ديال الزيت، عاد نبداو نضيفوا باقي المكونات. يعني وبالنسبه للذره ضروري ما غنضيفوا الذره في التالي، يعني هذيك مرحله اوليه، ومن بعد غادي نبداو نضيفوا الذره بشويه بشويه حتى كتجمع لينا الحرشه. ضفت لها هنا نص كاس ديال عصير ديال الليمون، جوج حبات ديال البيض، كأس ديال الحليب، وغادي نبداو نضيفو الذرة شوية بشوية حتى كتلم لينا الحرشة. تقريبا تقدر ترفد لكم حتى لست الكؤوس ديال دقيق الذرة مع كأس ديال دقيق أبيض. واللي ما بغاش يضيف الدقيق الأبيض اللي عنده حساسية ديال الجلوتين ممكن يعني يعتمد غير الذرة فقط، تبيها كتجي زوينة. يعني كنحصلوا على عجين لين بهذا الشكل، يعني ما تقصحوهاش، كتبقى بحال ما هكذا مرخوفه واحد شويه، ولكن راه كتكور في نفس الوقت. غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، عاد نبداو التشكيل ديالها. من بعد ما ارتحت لينا الحرشه ديالنا تقريبا 10 ديال الدقائق، كنبدا نوضع شويه ديال الذره في اليد ديالي، وكنبدا نشكل منها كريات بهذا الشكل. يعني نتوما كتحكموا في القياس ديالهم واش بغيتهم صغار ولا كبار، انا عملتهم شويه يعني متوسطين، يعني على شكل غريبه. صافي كنوضعهم في اللاطه، غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل تشكيل اللاطه الاولى كامل، وندخلها الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه، النار غير من الاعلى حتى كتشقق، عاد كنشعل عليها الطين من التحت. صافي وتراقبوا الطهي ديالها حتى كتحصلوا على هذا الشكل ديالها. ها هي ندير بعد شقات، غادي نشعل على الطين من التحت، وهذه هي الكميه اللي كتعطيني، يعني كتعطي تقريبا واحد 32 قطعه، كتعطي كميه معقوله، وكيجيو حريشات هشاش ومنسمين ورائعين هاد الحريشات ديال الذره. غادي ندوزو في هاد الاثناء نشوفوا الحلوه الاخيره اللي هي حلوه بزميطه ديال الشعير، حلوه صحيه ولذيذه بامتياز. غادي نحتاجو لها زميطه ديال الشعير، يعني سواء كيجيبوها لنا حبابنا اولا راه كتباع في التعاونيات ومتوفره، يعني حتى في بعض المحلات يبيعوا هاد الزميطه ديال الشعير. دقيق الشعير المحمص، محمص بواحد المزيج ديال الاعشاب، شويه ديال الفليوز، زعتر، تيميجا، الكرويه، النافع. غادا نضيفوا ليه واحد القبصه ديال الملح، يعني هما كيكونوا مخلطين في هذاك مزيج ديال الاعشاب مع التحميص. غادا نضيف ليه ايضا واحد الحفنه ديال اللوز المحمر المجروش بهذا الشكل، ايضا حفنه ديال الزنجلان او السمسم المحمص. حاولوا يعني تقليو الزنجلان غير واحد شويه، ماشي يتحمر كاع باش يبقى بالمزايا ديالو. صافي وغادي نجمعوا هاد الخليط ديالنا بمزيج ما بين زيت الزيتون والعسل. كيف ممكن تجمعوه يعني مزيج ما بين الزبده بلديه مذوبه والعسل، وكاين اللي كيجمعوا غير بالماء، ماء غليان. غير هادي ديال الزبده اولا ديال الزيت والعسل يعني كتبقى 5 ايام ما كيصرى لها حتى شي حاجه هاد الحلوه، يعني كتبقى صالحه ما كيطرى لها والو. بعكس هذيك اللي كتجمع بالماء غليان يعني ديال داك النهار ولا غد، يعني في ظرف يومين خصها تكال والا دا كتفسد. هنا جمعت مزيج ما بين زيت الزيتون والعسل حتى كنحصلوا على يعني خليط متماسك
كونت منه جوج ديال لي بودان اللي مررتهم في الزنجلان في السمسم وقطعتهم على شكل فقاس بشكل مائل. ممكن توضعهم في المول ديال السيليكون يعني وتشكلوا منهم اشكال اللي بغيتوا، كيف ممكن تعملهم كويرات او غريبه او باي شكل نتوما كتبغيو. صافي، وهالحلوه ديالنا واجده يعني سريعه التحضير، دغيا كتوجد كيف قلت وصحيه وكتجي رائعه. انا شخصيا يعني كنحماق على هاد الزميطه ديال الشعير، كنبغيها تكون عندي دائما في الدار وخاصه في شهر رمضان الفضيل، يعني ولو كندير سلول عادي وهذا ضروري ما كتكون عندي هاد الزميطه حاضره في البيت. والبراوني ديالنا بعد ما بردات صافي غنبداو نقطعوها على الشكل اللي بغيتو، سواء مستطيلات او المربعات، كتجي رائعه ولذيذه هاد الحلوه ومعلكه بالشكلاط. وهادو هما شهيواتنا ديال هاد النهار، يعني الحرشه ديال الذره كتجي هشيشه وغزاله هاد الحرشه، ايضا البراوني معلك ولذيذ بالشكلاط، وحلوة الزميطه ديال الشعير ايضا كتجي شهوه منها. ثلاثه الاقتراحات كيف قلت بساط ولداد ويعني وسهلين في التحضير ديالهم، وكينفعونا يعني بشكل يومي، يعني كينفعوا الفطور والقوتي ديالنا اليومي. هنا يعني انا وضعتهم في لي بواط، وكيف كتعرفوا دابا الحال بارد، يعني غير هكذا في البلاكار ما تيطرى لهم حتى شي حاجه. بغيتوا توضعوهم في المجمد ممكن يدخلوا هاد الشهيوات المجمد كاملين، ما تطرى لهم حتى شي حاجه. انا فقط غادي نحطهم غير على برا، يعني هذه الحرشه كيفاش كتجي هشيشه، وهذا البراوني هذا هو الشكل ديالو، ايضا كيجي هش ومعلك بالشكلاط والزميطه ديال الشعير. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم تروقكم تنال استحسانكم ورضاكم، وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساونيش من دعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.